يواجه أصحاب المحال والبسطات في سوق البصرة القديمة مصيرا مجهولا بعد إحالة السوق إلى إحدى الشركات الاستثمارية. مئات الباعة يعتاشون على بيع الخضروات والفواكه والسلع الأخرى في أكبر وأقدم سوق شعبي في البصرة، تعتزم الحكومة المحلية إزالة كافة البسطات والمحال المستأجرة من البلدية بعقود يصل عمر البعض منها إلى أكثر من 50 عاما. نحن أصحاب محلات وبساط سوق البصرة القديم، جانا علم إزالة خلال 72 ساعة فقط. إحنا أصحاب محلات عقود بلدية ملتزمين بدفع الإيجارات. أنا هذا المحل مال والدي ما يقارب بالستين سنة صار له عقد من والدي، إنه بالعقد تجدد إليه، يقول لك إزالة، نريد نطي المستثمر والمستثمر يبيعه إليك يأجره إليك، أنا ما لي علاقة، أهم شيء إنجاح المشروع فقط اللي يفكر بي. أقول له العوائل شنو مصيرها؟ أكو ضمان للرجعة؟ يقول لي أي ضمان ما أنطيك. 180 يوما مدة بناء سوق جديد قد تحول أكثر من 2000 بصري إلى عاطل عن العمل، فيما تناصلت الحكومة المحلية عن موقفها الساند للباعة في حق العودة إلى محالهم أو بسطاتهم بعد إنجاز المشروع. هذا السوق عمره ما يعادل من 70 سنة إلى 65 سنة، فهو سوق قديم وتاريخي، فإحنا هنا لا مضايقين شارع ولا مضايقين مشروع ولا مضايقين هذا. فإجانا الأمر، اتجهنا إلى المحافظة بمظاهرة سلمية وقعدنا ويا السيد نائب المحافظ، فما انطانا أي حلول، فقال تصير الإزالة ويتم المشروع، لأن هذا السوق يعيله 4000 عائلة. 4000 عائلة، إذا كل عائلة 6 نفرات وانتم يعني حسبوا حسابه وين راح ينطون وجهه. ويؤكد الباعة في سوق البصرة القديمة أنهم من المؤيدين إلى إعادة تأهيل السوق وشموله بالبنى التحتية على أن لا تتضرر مصالحهم المعيشية، وأن يكون ذلك سببا بالتحاقهم بجيش العاطلين عن العمل. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.